صباح النور وسرور الغزاله ديالي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير. المهم الحمد لله الرحله ديالنا لمدريد غادي توقف هنا. دوزنا تقريبا يومين ونص غزاله، زعما ما كرهتش صراحه نزيد فيها اكثر واكثر، انا ما سخيتش فيها. مدينه فيها بزاف ما يتشاف. المهم بنات اللي ما شافوش الفلوق ديال مدريد، ساريتكم معايا، وريتكم مناطق اللي غزاله، شاركت معكم بزاف التفاصيل على هاد المدينه هذه. الا ما كنتوش شفتوا الفيديو غادي نحاول نخلي لكم في صندوق الوصف. المهم انا كنصور لكم هذه بالضبط 8 ديال الصباح، فقنا اليوم بكري مع 6:30، لانه كان خاصنا يلا نمشطوا راسنا وداك الشيء باش نشدوا المترو. المهم انا كما تشوفوا انايا في محطه المترو، فضلنا عوض ما نمشيو هذه المره في الطاكسي نمشيو غير في المترو. المترو صراحه يعني ما عندكش فيه تشودري، كتبعي غير الخريطه، كتاخذي واحد الخريطه وكتبعي الخريطه ديالك وكتوصلك حتى لايروبور. المهم شدينا المترو الاول، دابا حنايا كنتسناو المترو الثاني باش ان شاء الله هو اللي غادي يوصلنا للمطار. المهم بحال هاد الخرائط هادو شفتو كيشرحوا لكم كاع المناطق من بوان ديبار ديال مثلا البلاصه اللي انت فيها، كتبقاي متبعه محطه بمحطه حتى كتوصلك، ما عندكش الصراحه فين توضري. المهم نتمنوا بعدا غير نوصلوا في الوقت اللي صدق غادي علينا المترو الثاني لان جايبين الوقت محدود. اسمعوا انا كنهضر ما قلتش لكم فين غاده. الرحله الجايه ان شاء الله غادي تكون بحال واحد ليسكال او واحد ترانزيت، غادي يكون على طريق بروكسل بلجيكا. كنا حنايا باغيين نمشيو لباري، ولكن لقينا الطياره غاليه، تخيلوا 80000 ريال من مدريد لباري، فاضطرينا اننا نحن كنمشيو غير في الطياره من هنا لبروكسل، ومن بروكسل لباري نكملوا غير في التران، كتقام شويه رخيصه، ومنها نيت فرصه انني نكتشف مدينه بروكسل. تقريبا غادي نديرو تما لاسكال، واحد ماشي لاسكال قولي، غادي يكون ترانزيت لان ما غاديش نمشي بالطياره لباري، غادي يكون بحال ترانزيت لمده ديال شحال 7 سوايع. غادي يكون تقريبا 7 سوايع، معيش غادي نوصلوا تقريبا تما. لا البروكسل مع 12 غادي نوصلوا البروكسل مع 12، وعندنا التران مع تقريبا 5 ومع 6. المهم نحاولوا غير نشوفوا السنتر فيل ديالها ونشوفوا. وقع لنا واحد الموقف لا نحسد عليه، مشات علينا الطياره. المهم في الاول تعصبت، من بعد قلت المهم الحمد لله كل كما نقولوا كل توخيره فيها خير، ما عرفت علاش زعما كانت مشات هذه الاولى. ولكن المشكل اللي وقع هو من الاول حنايا لافوت ديالنا اننا خرجنا شويه معطلين من الاوتيل، واللي زاد عطلنا هو المترو. المترو هذا الاخراني هذا كان خاصنا نشدو اللي قبل منه، فكان كنا زقلناه غير بشي دقائق، وباش نفاش نزلنا في محطة المترو هنايا اللي في المطار، منها باش توصل للترمينال اعلى رجلك تقريبا كديري واحد 15 حتى 20 مينوت. شفتوا ان المطار تبارك الله عامر 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 ديال بصح، تقولي فاش كتشوفي هكا كتقولي حتى واحد ما جالس في الدار. صافي فاش وصلنا نديرو لو ريجسترومون قالنا انهم صافي حبسوه شي زعما تزاقلنا بها بشي دقائق ماشي بزاف، كل شي 5 مينوت كانوا باش حبسوه. فاضطرينا اننا نتسناو الطياره الثانيه، ومن حسن الحظ ان قالك الطياره الثانيه ما كايناش شي مده طويله، يعني غادي نبقاو هكا مجرجرين في المطار تقريبا شي ساعه ساعه وثلث هكا باش تكون الطياره الثانيه. واللي بقى فينا اكثر هو انه هذيك المده اللي كنا غادي نجلسوا في بروكسل باش نتساراو فيها شويه غادي تولي قل، عوض ما كنا غادي نوصلوا مع 12 والتران عندنا لباري تقريبا مع شي 6:30 ولا 7 قبل ثلث، دابا غادي تولي قل. المهم ماشي مشكل، المهم كما نقولوا المهم هي المشاركه. المهم نشوفوا داكشي الاساسي اللي كان في العاصمه البلجيكيه، ودابا نمشيو نفطروا على راحتنا، نفطروا ان شاء الله على نيت نجيبوا الوقت نتكونيكتا شويه على ما نجيب الوقت ديال الطياره الثانيه. الفطور خديت قريعه هكا صغيره ديال العصير، وخديت هنايا واحد الفوري، حط ساندويتش عندهم زوين ديال بليزي بينار والاومليت. المهم هذا هو اللي كيكون حاله، الغالبه الاخرى كيكون فيهم الكاشير وداك التليميت، وصافي ان شاء الله. المهم نفطروا هانتوما باقيين معانا. الطياره الثانيه وصلت والبوردين باس بدا، وشوفوا ليا على الصف مورايا. المهم غادي ننزل لكم كاميرا، تخيلوا داك الصف كله راه واصل حتى للراس، هاد الصف كله ديال الطياره الثانيه. انا بغيت غنفهم، المهم انا من الناس اللي معكازي ما كنحماش نوقف في الصفوف بحال هكا نص ساعه 35 دقيقه باش يلا يحلو عاد تبداي انت دوز واحد بواحد. انا كنخليهم كنقول ان كلشي غادي يطلع الطياره في الاخر، علاش نمشي نبقى كنزاحم نبقى واقفه هاد الوقفه كامله؟
شفتو انني هازه ساكادو ما عنديش فاليز، فكنقول خليهم حتى الاخر حتى كيبقاو شي 5 6 ناس عاد كنمشي نوقف وكندوز وكندخل في الطياره. يعني دزت بالخف، بقيت جالسه مرتاحه، مهم دغيا دزت، داروا لي البوردين، انا شو انا اخر وحده كما شتو راه جيت هو سبقني، قال لي يلا يلا دغيا، قلت لي عسير انا باقا جالسه مرتاحه سير Il y a aussi une embouchure pour gonfler et dégonfler votre gilet, ainsi qu'une. الحمد لله وصلنا لبلجيكا بخير وعلى خير. حتى هما الجو عندهم غزال هنايا بحال مدريد، بحال تقريبا نفس الجو، مشمش ودافئ في نفس الوقت. مهم دابا غادي نخرجوا ان شاء الله، نشوفوا نديروا تشيكين ديال الباسبورات ونشدوا هكا تاكسي ولا نشوفوا مترو ولا هذا باش نمشيو ان شاء الله للسونتر فيل باش ما نزيدوش نضيعوا الوقت اكثر واكثر. الحمد لله داز كلشي ميسر، المطر عندهم زوين، سيرفيس زوين، صافي خرجنا دابا في نفس يعني في المطار دزنا خدينا هاد الخريطه عاوتاني ديال 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 بروكسل وقطعنا لي تيكي ديال التران. المهم هانتوما كاين التران هذا واقف، حنا خاصنا نتسناو التران رقم 3. بالنسبه لي بي ديال التران خديناهم 8.90 €. المهم هابطه كنجري كتشوفوا لي كنلف هاد الساحه سميتها كرون بلاص، كيكون فيها لي ريستو وكيكون فيها داكشي اللي معروفه ببلجيكا، واللي هما ثلاثه الحوايج، كاين الوافلز وكاين الفريت واللي هو الاصل ديالها من بلجيكا، والشوكولات. المهم كاع تقريبا هانتوما يبان لكم هنا بزاف المطاعم محلات، هادشي غالبيه هادشي اللي كيبيعوه. بيان سور كاينين المطاعم اللي كيبيعوا البرجرز وداكشي، حنا قلنا غادي نمشيو نتمشاو واحد شويه على رجلينا، ننزلو هكا نكتشفوا المنطقه وعاد نوقفوا نتغداو. هنا دايزين وقفنا عند في واحد السوق، عندهم هنايا السوق معروف، يعني حتى فاش كتكوني كتقلبي في جوجل على يعني المناطق المعروفه عندهم هذا السوق، هذا كيكون فيه مثلا الشوكولا كما قلت لكم بلجيكا معروفه بالشوكولا، تلقاي فيه تا هكا هانتوما تقريبا معظم المحلات كيكونوا خاصين بالشوكولا، يعني العشاق الشوكولا هاد البلاصه كنصحكم بها. وكاين هنا قهاوي وداكشي. المهم هانتوما كيفاش داير الشكل ديالو، في واحد المعمار تا هو زوين صراحه، محل كينسك في محل. كلهم يعني هادو المحلات اللي هنا خاصين بالشوكولا كيعجبوك ان حتى الديكور كيكون عندهم سبيسيال، هانتوما كيكون عندهم شوكولا وحتى الكانديز. شوفوا هانتوما شو الديكورات كي دايرين، شوفوا هذا الشوكولا، شوكولا على شكل كلاص، اما صراحه واعره. شوفوا هذا عاوتاني، هذا كله بالشوكولا، فما يمكنش لنا نجيو حتى لهنايا بلاصه الشوكولا ما ندوقوش الشوكولا ديالهم، فخدينا هنا ايس كريم بشوكولا بلون وشوكولا بنكهه الفرامبواز. صراحه المذاق ديالو واعر، يعني مختلف تماما على الايس كريم اللي كناخذو ديما. المهم نحاول ندير لكم هكا واحد الطويره مازال في هادو لي فيترين ديال الشوكولا. عجبني انا صراحه الديكورات اللي دايرين وداكشي، هما لي ماكارون اللي عزيز عليهم لي ماكارون. المهم لي ماكارون دايرين لهم اورو الوحده، يعني كتاخدي باكي ديال 12 أورو. انا شخصيا ما عديش معاهم، سبحان الله انا عارف الناس كيحماقوا عليهم ولكن انا ما عديش معاهم، شكون اللي بحالي. هادو ترافلز، هادي با المهم كما قلت لكم بلاصه كتدخل البلاصه هادي سميتها غالغي دو بوا، واللي في الجهه الاخرى اللي وريتكم في الاول هذيك سميتها غالغي دو لاغين، لان كما شفتوا وحده داخله في قلب الفرع. من داك السوق نزلنا غير درديبه خفيفه، جينا هنايا من بين اشهر الساحات واقدم ساحات هنايا في بروكسل، واللي هي لا غروند بلاص او الساحه الكبرى، وين فيها بنايات زوينين بزاف قدامين، المهم عندهم تاريخ بحال قولوا هادو وين جمعت الفنه ديالنا.
وقت الغداء اخترنا ان الغداء يكون يعني الحوايج المعروف ببلجيكا واللي هو الفرايز او الفريت. المهم خدينا نتوما كي كيكون كيديروا لك هاد لاصوص هادي انت اللي كتختاريها. المهم خديت انايا هاواين صوص. وبالنسبه للبرجر لان اغلبيتهم ماشي حلال فخديت انا الفيجيتاريان كيكون بهكا بالخبز وكيجي فيه الدنجال والكورجيت او القرع الخضراء. وهذا كيكون هذا البرجر هذا كيكون بالخضره صافي. كيديروا لك الخس مطيشه الخيار. المهم كله كيكون غير لاباز ديالو كلها غير خضره. المهم انا باقي ما دقتوش صندوق نقول لكم كيفاش داير. غادي لتحت في المحطه باش نمشيو للمترو. عرفتي شوفوا على الطواله قداش كديري لا مارش هذه المحطه هذه طويله. شوف باقا شحال باقا طويله من بعد طوالة ديال بصح. جاب الله راجلي مسكين دار معايا مزيان عطيته ساكادو هز ديالي وديالو بجوج. انا صراحة دروني كتافي مع شتقي الدوري وهز ساكادو شوية قادية قاصحة. مهم نزلنا من المترو زدنا على رجلينا تقريبا واحد 5 دقائق وصلنا لهاد المعلمة هادي معروف ببلجيكا واللي هي اتوميوم. شوفوا قداش يعني كبيره كبيره بزاف كاين فيها الدروج كنظن فيها حتى لاسانسور. باقي ما وصلتش تما باش نعرف واش فابور الدخله ولا بالخلاص لان بحال هاد بحال مثلا حنا عندنا في تورونتو عندنا ديك سيان تاور وداكشي كتخلصي باش كتطلعي ليها. المهم انا نعاود نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا اكثر. ها هي الفوق كاين درابو ما عرفتش كيبان لكم كاين درابو ديال بلجيكا. كيجيو هاد الكويرات هادو كلهم فضيين كبارين يعني مباشره كيبانوا كبار كبار ديال بصح. ما عرفتش واش الكاميرا كيبانوا بهذا الحجم هذا ولا لا. المهم لهيها كاينه ويلكم. وانا غادي نقرب تما باش نشوف نكتشف القضيه ونقول لكم. راه هما الدروج كيبان لكم في الجنب تما الدروج اللي كيبغي يطلع الفوق. فاش قربت اكثر لقيت ان هذه البلاصه هذه كيتباعوا فيها لي تيكي بالنسبه اللي بغى يطلع. وهي السنتر ديالهم الرسمي صافي. وحنا قربنا منها ماشي جاوا بحال كيديروا الرفلي كباري. الو مباشر مع هاد الاتوميوم كاينه هنايا واحد القهوه دزنا جلسنا فيها ان شاء الله نشربوا شي حاجه عاد نتحركوا. وبالنسبه للبنات اللي انتريسي مثلا كيبغيو يعرفوا معلومات دخلت للكيشي وشت لي بري. بالنسبه لي زادولت الدخله 27 اورو يعني 27 اورو قلت تقريبا 5600 5800 بحال هكاك. المهم هنايا في لي زونطوراج ديالها كاين بحال هاد الشيء هكا اللي كيبغي يتصور وهاديك ويلكم اللي وريتكم. وهنايا اللور كاينه بحال واحد الحديقه فيها كراسه اللي كيبغي يجلس. باقي المهم ما طليت انا كتشوفها من هنا من بعيد ولازم تلهيها القدام كاين واحد النافوره. ويبان لكم هاد لي بيوس هادو توريستيك هادو نورمالمون زوينين كيكونوا بحال اللي كنت درت في مدريد وفاش مشيت نيويورك واشنطن بحال هادو كيكونوا تقريبا في كاع العواصم العالميه الكبرى. فكيكونوا حسن انك تقريبا هادو كيكونوا ب 22 اورو 25 اورو في مدريد كنا خدينا ب 24 اورو على ما عقلت. فهادو كيكونوا زوينين كيبقاو يدوروك وفي اي محطه بغيتي تنزلي كتنزلي كتدوري فيها وتعاودي تشدي البوس اللي موراها. حنايا لان الوقت جا عندنا مضيق فما كانش يمكن لينا انا نديرو هاد البوس. اما هو كيوفر عليك بزاف الوقت وكيوفر عليك انك تشوفي بلايص بزاف يعني انت لربما ما تكونيش عارفاهم. المهم يبان لكم صوتي ما عاد حسيت براسي بدا كيضربني البرد يبان لكم صوتي شويه مغير. هنايا المهم ها هي الحديقه دزت دابا قطعت ليها باش نوريها لكم. هي كبيره اللي هكا اللي كيبغي يتريض اللي كيبغي يترولاكسا بان لكم الناس ناعسين هنايا. كاين هاد الصوت هذا مع الهدوء وهاد الشميشه هذه وديك النافوره هذيك نافوره طبيعيه. هانتوما كي داير الجو الجو نقي هنايا. كاينه المهم حديقه كبيره الناس انتما يبان لكم راه كاين اللي كيمشي يدير التوغ كاين اللي كيجي كيطريد هنايا وكاينه الجهه الاخرى فيها الطلعه. المهم هنايا فين كيدوزو دوك لي بوس والكيران هكا اللي كيجيبو لي توريست. نسيت ما قلتش لكم بالنسبه لهاد الاوتوميوم هاد الكرات هادو كيرمزوا للدول التسعه الاولين اللي اسسوا الاتحاد الاوروبي. لكل كره كتوحي يعني البلد. وهنا اونفاس معاك كاين واحد الديكور ولا حدا نوري لكم كيجيو فيه المرايات كما تشوفوني. كيجيو هنا الناس بزاف ضروري ما كيجيو يصوروا راسهم. كاينه هذه كاينه واحده اخرى هنايا صغيره في الجنب. ها هي
كنا غادي نقاطعين بالصدفه ولقينا هاد البلاصه دي زوينه واللي هي عباره عن بارك انترناسيونال هنا كاين في بروكسل زوين تبنى تقريبا في 1935 كيجي كله داير بالوريدات هنا في الجنب. المهم انا لان ما غاديش نقطع الجهه اخرى انا غادي الجهه اخرى غادا الاتجاه الاخر غير وقفت هنا باش نصوروا لكم ان شاء الله ونكملوا طريقنا. المهم ها هو التجي في البنات جينا معاه في الدقيقه 90 عاوتاني كون تعطلنا شويه في المترو كان يفلت لينا. المهم هذا غادي يدير بينا ان شاء الله ساعه و20 دقيقه باش نوصلوا لباري. المهم دغيا كيكون مسربي. المهم ان شاء الله الله يوصلنا بخير وعلى خير. وبكينا اصلا السياج ديالنا وكل شيء كنا كل شيء قطعناه اونلاين. ان شاء الله نمشيو دابا نقلبوا على لي نيميرو ديال الكراسه ديالنا وصافي. حتي عينا بزاف عينا بالمعنى الكلمه عينا درونا رجلينا عينا ديال بصح هاد النهار هذا شفتو مع لا ساكاد وتكرفصنا شويه. تمارا وصلنا بالحمد لله بخير وعلى خير. صراحه التي جي في جيت فيه ناعس جبدت عليه عييت وسختو انا قلت لكم حسيت براسي بحال يبدا يضربني البرد. واللي عياني بزاف هو ساكادو ورجلي المشي 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 هاد الايامات هادي دابا 3 ايام ما كاين لا المشي المشي طريت مزيان. المهم الحمد لله شدينا منين نزلنا ها هو لاك دو تريونف لا قوس النصر. حاولنا اننا نشدو اوتيل غير في هاد لي ريجيون هذا قريب ليه باش يبقى قريب لينا. ومو هنا وتغفل فهاد الجهه هادي ما عرفتش تبان لكم لا لا جينا تقريبا مع المغرب نيشه. دابا ان شاء الله غادي نمشيو قلبوا على الاوتيل فين كاينين حنايا ارتاحوا واحد شويه ومن بعد عاد نخرجوا نتعشى. وانا غادي نحبس الفلوق ديالي هنايا نتمنى ان شاء الله تكونوا دوزتوا معايا بقيتها زوينه تكونوا تساريتوا فوجتوا اكتشفتوا معايا بلايصات جداد ونتلاقاو ان شاء الله فلوقات اللي غادي يكونوا من مدينه الاضواء باري. يلا بوسه كبيره ليكم سلام.